الاضطرابات اللي عرفتها المدينة ديال برشيد لا ترجع إلى القدرة الإنتاجية المعبأة اللي تفوق 320 لتر في الثانية، جميعها كترجع إما لعطل تقني مفاجئ ولا انقطاع في التيار الكهربائي. في هذه الظرفية الدقيقة اللي كيعرفها مستوى الموارد المائية سواء السطحية أو الجوفية اللي تأثرت كثير بضعف تساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف، ومن أجل ضمان استمرارية التزويد بالماء المكتب اضطر إلى تخفيض أو تقليص الصبيب الموزع على مستوى المدينة ديال برشيد يوميا من 10 ليلا إلى 7 صباحا من اليوم الموالي، كهذا كيهدف إلى الحفاظ على الموارد المائية. حاليا كيتم تزويد ديال المدينة ديال برشيد انطلاقا من محطة المعالجة على 6 دورات ومرورا بالقناة الجر الرئيسية دورات الدار البيضاء ومحطة الرفع على مستوى منطقة عين جمل التابعة للجماعة الترابية ساحل ولاد الحريز بإقليم برشيد. على مستوى المدينة المكسب كيتوفر على 2 المركبات المائية للتوزيع بسعة إجمالية 7500 متر مكعب اللي كتمكننا من استقلالية في التزويد بمدة 10 ساعات. كنتوفر كذلك على شبكة ديال التوزيع اللي الطول ديالها 375 كيلومتر وعدد الزبناء يفوق 51 ألف مشارك. في إطار تحسين ديال المردودية ديال الشبكة ديال التوزيع المكتب قام بأشغال جد مهمة بكلفة إجمالية اللي كتفوق 30 مليون ديال الدرهم. هاد الأشغال مكنتنا من رفع من مردودية ديال الشبكة من اللي كتراوح حاليا 79 إلى 80%، علما أنه في إطار أن الهدف المستطر في إطار البرنامج الوطني 2020-2027 هو 78% على مستوى المدن. وقمنا كذلك بأشغال ديال إنجاز ديال واحد المحطة ديال الدفع لمعالجة ضعف الصبيب والضغط على مستوى النقاط العليا بالمدينة، وأذكر هنا بالخصوص الأحياء ديال كاليفورنيا وليالي والمطار واللي تم البداية في الاستغلال ديالها في بداية شهر ماي من السنة الحالية. أهيب بجميع المشاركين والزبناء ديالنا والمواطنات والمواطنين على العمل على ترشيد استعمال الماء واستعماله فقط للأغراض المنزلية من طبيعة الحال بمسؤولية وبعقلانية.